في غيابة الجب سقط ريان في غفلة من الجميع. إنه الخبر اليقين الذي كشفت عنه الكاميرا التي تم إنزالها إلى البئر بعدما استنفذت العائلة بحثها المضني. ريان لا زال على قيد الحياة لتنطلق عملية الإنقاذ منذ الخامسة من مساء الثلاثاء من طرف السلطات المحلية والوقاية المدنية، وبداية العملية إنزال قنينة الأكسجين حتى لا يختنق ريان. في الأثناء بدأت الجرافات الحفرة من الجهة المحادية للبئر. ما عرفنا فين مشى، فتشنا تعينا ما لقينا شيء، جينا البئر دينا الكاميرا لقينا في داخل البئر، وجا عيطنا للمقدم والشيخ والسلطة المحلية وجاو ناضوا بالواجب. دابا خدامين الله يجزيهم بخير. رايا كاين العين معايا وطاغو خفى علينا، كنا نفتشو ما سمعناش ودخلنا الشيك تماي، وكنا نفتشو تا شفناه تما تماي بالتليفون، التليفون اسمه شحنا له الكاميرا وهبطنا على تما كاسما ناخر، هو كيبان تما صافي صدمنا صافي ما كناش ناخر. ريان لا زال يتنفس. ليلة ثانية قضاها في البئر، الجميع في دوار إغران.